النهاردة في السيجنال جنريتور هنتكلم على البالس جنريتور. البالس جنريتور is a device which produces rectangular waveform. يعني هو جهاز بيطلع نبضات مربعة. في النبضات المربعة في بارامتر مهمة جدا لازم نعرفه ألا وهو الديوتي سايكل. إيه الديوتي سايكل؟ نشوف كده الديوتي سايكل الديفينيشن بتاعه ايه. عبارة عن البلس ويتس اللي هو عرض النبضة على التايم بيريود. نشوف كده على الفيجر اللي قدامي. ادي شكل النبضة، ادي شكل النبضة، ده البلس ويتس وده الريبيتيشن تايم. الديوتي سايكل عبارة عن البلس ويتس على البيريود او الريبيتيشن تايم في المية. اديني كام في المية؟ يبقى الديوتي سايكل ممكن يبقى 50% امتى؟ لما يكون عرض البلس ويتس قد الايه؟ نص الريبيتيشن تايم. يعني البلس ويتس نص الريبيتيشن تايم. طيب يبقى في هذه الحالة الديوتي سايكل 50%. ده كان بارامتر مهم جدا كان لازم أعرفه في البلس جنريتور. طيب تعالوا نشوف السيركت دياجرام بتاع البلس جنريتور. آدي السيركت دياجرام بتاع البلس جنريتور وأقول بتتكون من إيه. في بعض الكتب الجزء ده مش باين تحديدا اللي هي المقاومة والدايود والجراوند والمقاومة دي. يعني في بعض في نسخ من الكتب مش موجود فيها او ممسوح فيها في الطباعة المقاومة، لو سمحت ضيفها، المقاومة والدايود، المقاومة والدايود دول والمقاومة اللي هي مع الامبليفاير ده. تعالوا نشوف مكونات البلس جنريتور او بيزك بلس جنريتور. احنا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على السيركت دايجرام بتاع الفانكشن جنريتور اللي بتطلع سكوير وستوس وساين، وقلنا بتتكون من اي سي واحده اللي ام 324. تعالوا نشوف البلس جنريتور بيتكون من ايه. بيتكون من اثنين ترانزستور سيميلر تو ايدنتيكال بي جي تي ترانزستور. الدايره دي احدى الفاميلي بتاعه المالتي فيبريتور اللي هي بسميها ايه، استيبل مالتي فيبريتور او فري رانينج مالتي فيبريتور. يعني بمجرد توصيل الفي سي سي للدايره دي واحد من الترانزستور دور يبقى اون والتاني يبقى اوف. واحد من الترانزستور دور بيسبق. هل بالضروره كل مره مثلا لو الترانزستور ده هو اللي بدأ بقى اون في كل مرة؟ لا مش شرط. اي واحد هي راندوم، واحد فيهم بيسبق يبقى اون، يجبر التاني يبقى اوف، يبتدي يشحن المكثف الى ان يجبر التاني يبقى اوف، يجبر التاني يبقى اوف وهو يبقى اون، وبالتالي بيتناوب الاتنين ترانزستور مع بعض اون واوف. باخد من على الكوليكتور بتاع الترانزستور ده سكوير بالسز. يبقى الاوتبوت مع الكوليكتور ده هو عباره عن سكوير بالسز. امال الدايره دي عباره عن ايه؟ المكثف ده والمقاومه دي دول بسميهم ديفرنشيتنج سيركت، اللي هو سي 2 وار 4 دول ديفرنشيتنج سيركت. ايه الديفرنشيتنج سيركت دي؟ تعالوا نشوف بتعمل ايه الديفرنشيتنج سيركت. تعالوا نشوف من على الويف فورم بتاعت البلس جنريتور. تعالوا نشوف، ادي الرسمه اللي ناقصه دي والجزء اللي انا قلت لكم كملوه اهو. ادي الويف فورم بتاعت البلس جنريتور اهو. ادي السكوير بلسز اللي خارجه من على الاثنين، من على الكوليكتور بتاع الترانزستور. طيب الديفرنشيتور بيعمل ايه؟ الديفرنشيتور يا ساده
بيحس بالترانزيشن بتاع دي الترانزيشن ده هو من لو لهاي ومن هاي للو. يعني ايه؟ يعني الديفرنشيتور بيطلع لي بلس بوزيتيف عند الترانزيشن ده وبلس نيجاتيف عند الترانزيشن ده. الله، امال البلس النيجاتيف راحت فين؟ يعني المفروض هنا اهو في بلس، بلس هنا نيجاتيف في الترانزيشن ده من هاي للو، وهنا برضو ترانزيشن من لو لهاي تديني سبايكس بوزيتيف وهنا يديني سبايكس نيجاتيف. الله، امال النيجاتيف دي راحت فين؟ الديود اللي في الدايره ده اهو، الديود اللي هو ديود دي واحد اللي راكب في الدايره بتاعتي، الديود دي واحد اللي راكب في الدايره هو ده اهو. الديود ده عمل ايه؟ شايفين؟ واتصل فيه الانود فين اهو، والكاثود اهو، والانود بالجراوند. يبقى امتى يبقى فورورد؟ تمام، لما يكون ده ايه؟ ده اعلى من ده. طيب ده هيبقى نيجاتيف وده زيرو، يبقى ده ايه؟ فورورد. يبتلي ايه؟ ياخد كل النيجاتيف سبايكس يوصلها بالجراوند. عشان كده عمل لي ايه؟ عمل لي كليبنج، قطع كل السبايكس النيجاتيف شالها واداني ايه؟ اداني السبايكس اللي هي ايه؟ اللي هي البوزيتيف. السبايكس البوزيتيف دي هتروح على النوع تاني من الفاميلي بتاعت المالتي فيبريتور، الا وهو ايه؟ المونوستيبل، اللي هو احادي الاستقرار، اللي انا قلت لكم اللي بيجي له ايه؟ بيجي له نبضه واحده تصحيه لفتره معينه، اللي هي ايه بقى؟ تديني عشان يديني سكوير بارسز بسيرتن بسيرتن بيريود. اهو تجيني النبضه الموجبه، تجيني النبضه الموجبه، تجيني النبضه موجبه تخلي لي ايه؟ تخلي لي ال الاوتبوت بتاعي يبقى هاي لسيرتن بيريود اوف تايم. هو ده المونوستيبل مالتي فيبريتور اهو. يبقى ده خرج، الخرج من على الكوليكتور بتاع الترانزستور بتاع الاستيبل مالتي فيبريتور، وده الخرج بتاع الديفرنشيتور، وبعديها الكليبنج اللي هو قطع ايه؟ قطع السبايكس السالبه اللي هنا واداني ايه؟ سبايكس موجبه بس. السبايكس دي او التريجر دي تروح تعمل ايه؟ تينيشيت المونوستيبل اللي هو احادي الاستقرار، تشغله وتطلع لي ايه؟ بلس لسيرتن ايه؟ بيريود، ويرجع تاني للستيت بتاع عشان يسميه ايه؟ احادي الاستقرار. نبضه واحده تيجي تشغله وبعدين لسيرتن بيريود يرجع للحاله ثانيه بتاعته الى ان تاتي النبضه الاخرى تخليه يطلع سكوير بالسز وبعدين يرجع مره اخرى. وبالتالي باخد سكوير بالسز بسيرتن فريكونسي، بظبط الفريكونسي بتاعتي بتاعي هذا الجنريتور بالاكوردنج للعلاقه اف بتساوي 0.693 على ار وسي اللي هم الار دول والسي بتاعتي، اظبط الفريكونسي بتاعه الاوسيليتور. دي كان دايره البلس جنريتور اللي هو بيطلع لي سكوير بلسز. يا بان في هذا الجزء او هذا الشابتر بتاع السيجنال جنريتور حاجه واحده اللي هي السويب جنريتور. ايه السويب جنريتور ده؟ سويب فريكونسي جنريتور، عباره عن جنريتور او عباره عن ديفايس انسترومنتس which provide ساين ويف ان ار اف رينج، بيطلع لي ساين ويف في ار اف رينج والراديو فريكوانسي رينج، وبتتغير هذه الساين ويف كونتينيوسلي، بتتغير كونتينيوسلي وسموزلي من لو هاي او من هاي للو زي ما انتم شايفين كده. بتحب التحكم فيها عن طريق رامب فولتج زي ما انتم شايفين كده اهو. الرامب فولتج كل ما يزيد الفولت كل ما يزيد الايه؟ كل ما تزيد الفريكونسي، وكل ما يقل الفولت كل ما يقل الفريكونسي. ده الفكره بتاعت السويب جنريتور، وده له ابلكيشن. These instruments are very useful
in application in which the characteristic of a device must be determined over a wide continuous range. هو له تطبيقات في بعض الأجهزة. لما تختبر أجهزة بتستخدم هذه الأجهزة بتعمل على حيز كبير من الترددات، ويجب أن أنا أغير في الترددات دي سموزلي كده وأنا ماشي عن طريق الرام فولتج، تمام، في حيز واسع من الترددات of frequency. ده السويب جنريتور، ودي كانت آخر حاجة في السيجنال جنريتور. وهبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة أبدأ في شابتر 3 هو السنسور والترانسديوسرز، وده من الشباتر المهمة جدا. شكراً.